احنا عم نقدم هاي النصائح مشان ما يتعرضوا لنفس القصف ويخسروا خسائر بشرية، سواء للمدنيين او للفرق الانقاذ بوقت القصف واثناء الاستجابة او حتى ما بعد تعرض اي مكان للقصف. اليوم نحن عم نقوم بتقديم نصائح الشعب الأوكراني وزملائنا في الدفاع المدني في أوكرانيا. هي النصائح عبارة عن تعامل مع استراتيجيات القصف الروسي يلي نحن كتبناها بخبرات سابقة خلال السنين الماضية، من إطار الضربات المزدوجة يلي نحن فقدنا فيها كثير من زملائنا.